متابعين ومشاهدين شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث الحي من مركب الامير مولاي عبد الله. كما تشاهدون جماهير غفير الان بالمدرجات مركب الامير مولاي عبد الله، حضور جماهير كثير الان. مباراة قوية بين النهضة البركانية والوداد البيضاوي. كما تلاحظون جماهير غفير الآن بالمدرجات الأمير مولاي عبد الله، جماهير ودادية تلحن بشعارات ودادية. كما تلاحظون جماهير البركانية الآن كما تلاحظون متابعي الكرام، جماهير غفير الان بمدرجات الامير مولاي عبد الله، اجواء رائعه كما تلاحظون الان بالمدرجات الامير مولاي عبد الله. المدرجات ممتلئه يعني بالجماهير الوداديه. توافد اليوم أزيد من 50,000 من الجماهير الودادية لتتبع المقابلة مقابلة الوداد والبركان. يعني كما كنشوفوا جماهير غفير الآن بالمدرجات الأمير مولاي عبد الله بين النهضة البركانية والوداد البيضاوي. يعني مقابلة يعني كما كنشوفوا الآن وقوقة مقابلة صعبة بين الفريقين، فريق الوداد البيضاوي والنهضة البركانية. كما تلاحظون حج اليوم أزيد من 50,000 من الجماهير الودادية بالمدرجات الأمير مولاي عبد الله. كما تشاهدون متابعين الكرام، متابعين شوف تي في، جماهير 50 ألوفات جماهير تحضر اليوم بالمدرجات الأمير مولاي عبد الله.
اجواء رائعه بمدرجات الامير مولاي عبد الله كما تشاهدون، جماهير غفيره غفيره اليوم، جماهير الوداديه تنشد بشعارات وداديه. اليوم هو عرس كروي بين فريق الرجاء البيضاوي والنهضة البركانية كما تلاحظون. اليوم حج أزيد من 50,000 من الجماهير الودادية تحضر اليوم المقابلة الوداد البيضاوي والنهضة البركانية. أجواء جد رائعة يعني كما تشاهدون، تصفيقات وتشجيعات بمدرجات الأمير المولاي عبد الله بالرباط، محاولة الفريق الوداد البيضاوي، الله الله، محاولة جد رائعة. يا سلام يا سلام على هذا الفريق، يا سلام كما تشاهدون، أجواء جد رائعة. كما كنشوفوا المدرجات يعني عامرة ب نساء رجال أطفال، اليوم الجميع تحضر من جميع المدن لتتبع هذه المقابلة، المقابلة تجمع النهضة البركانية والوداد البيضاوي. كما كنشوفوا أجواء جد رائعة. كما تلاحظون احتفالات وتشجيعات الجمهور البركانية. ما هذا يا وداد؟ ما هذا يا وداد؟ محاولة قوية للنهضة البركانية. كما تلاحظون المتابعين الكرام، كما تشاهدون جماهير غفيرة، حضور 50,000 جماهير من جميع المدن.
بين الوداد البيضاوي والنادي البركاني كما تلاحظون جماهير غفيرة الآن تحضر بمدرجات الأمير مولاي عبد الله الرباط. Thank you.
إذا هدف مقابل هدف البركان كما تشوفون فرح البركانيين الآن بهدف الصفر. هدف صفر الفريق بركان. صفر البركان يعني تم تسجيل هدف صفر فريق كان يسجل هدف اول ضد الوداد البيضاوي.
درجات الهدف صفر. فريق كما تلاحظون احتفالات ودادية، شعارات وأغاني ودادية. متابعي الكرام، متابعين شوف تيفي، حج اليوم ازيد من 50,000 من الجماهير الوداديه لتتبع المقابله الوداد البيضاوي. وبين النهضه البركانيه اليوم مقابله يعني حاسمه، اليوم مقابله صعبه، مقابله تجمع بين الوداد البيضاوي و النظيري البركاني. يعني كما كنشوفوا جماهير يعني تمتلئ مدرجات المركب الامير مولاي عبد الله. اجواء رائعه وجد رائعه من مدرجات المركب الامير مولاي عبد الله بالرباط. محاولات قوية، محاولة قوية للنادى البركانية متابعين ومشاهدين شوف تيفي. كما تلاحظون أجواء رائعة بمدرجات الأمير مولاي عبد الله. الآن لتتبع المقابلة اللي ستجمع بين الوداد البيضاوي والنهضة البركانية الآن بمدرجات الأمير مولاي عبد الله. كما تعرف اليوم الحج أزيد من 50,000 من جماهير الودادية لتتبع مقابلة لتجمع بين بركان والوداد. نتمنى الفوز للفرقة المحدودة، يعني مباراة جد صعبة وجد حاسمة. مباراة قوية بين الوداد البيضاوي والنهضة البركانية الآن بالمدرجات الأمير يعني كما تلاحظون
تحضر معي الزميلة هند الآن تعطينا بعض الأجواء اللي الآن تنقلنا من مدرج الأمير مولاي عمر. إذن مساء الخير متتبعي شوف تي في، هنا من ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط. هذا الملعب اليوم كيحتضن واحد العرس تاريخي، فريقين من فريق الوداد البيضاوي في مواجهة نظيره نهضة بركان. هنا في وسط ملعب مولاي عبد الله أجواء حماسية، أجواء رائعة هنا، وجماهير ودادية حاضرة بشكل غفير حجت إلى هذا الملعب من كل مكان. كما تشاهدون فإن نهضة بركان يعني سجلت هدفها الأول، وزاد فرحة عارمة للجمهور البركاني، لأن شعارات وهتافات وأغاني ودادية مساندة لفريقهم الودادي. كتشوف طريق كاين واحد التعزيزات امنيه مشدده هنا بالملعب كنشوفوها. نعم اختي تنشوفوا بان تعزيزات امنيه كبيره لانجاح هذه المباراه القويه بين الرجاء والنهضه البركانيه. يعني كما تنشوفوا اجواء رائعه بمدرجات الامير مولاي عبد الله. كنشوفوا بان ملعب مولاي عبد الله اليوم يلتهب يلهب كاس السوبر، هي مقابله مغربيه 100% اليوم، فريقين مغربيين عملاقين الوداد البيضاوي ونظيره البركاني. من الفوز؟ لمن الفوز اليوم؟ الفوز لمن يستحقه. كما قلنا لكم متابعي الكرام، يعني مقابلة صعبة، مقابلة جميلة، مقابلة يعني كما تنشوفوا هذه الجماهير الغفير اللي الآن تحضر مدرجات الأمير مولاي عبد الله. الوقت المحتسب إذا كما كتعرف طارق بأن الوداد توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، في حين أن نهضة بركان ظفرت بكأس الكونفدرالية الإفريقية أورلاندو. إذا هاتين العملاقين اليوم هما في مواجهة تاريخية فيما بينهما، نتمنى التوفيق والفوز للفريقين واللي كيستحقوا راه يديه. فعلا مقابلة جد صعبة اللي تتجمع بين الوداد البيضاوي والبركان اللي هما فريقين اللي تبارك الله عندهم واحد يعني مدرب لا من لعابة، يعني تبارك الله واحد الفريقين فريق يعني الوداد البيضاوي اللي كان يعني فاز كأس الكونفدرالي، وكذلك البركان اللي كان فاز بكأس العرش، إلا هما فريقين عندهم يعني واحد الآن بالمدرجات نلاحظ جمهور غفير، جمهور
يعني تحضر المدرجات الامير مولاي عبد الله، ما نساوش جماهير البركانيه، يعني جماهير البركانيه سي حاضره بقوه لتتبع هذه المقابله. إذا انتهاء الشوط الأول بين المباراة الحمد لله راه غدا مزيانة، لعابة بركان تاهوما راه دايرين اللي عليهم، الوداد كذلك تاهوما دايرين اللي عليهم، نتمناو المباراة تكمل هكا وبلا صداع كما كملت لنا عندنا في الجزائر، تكمل هكا ونبقاو الخميس المغربي شكون تشجع؟ المغربي أنا اللي ربحات راه معاه. برافو عليك. شتي اللي كاين؟ لا اللي ربحات هي اللي كاين. شكرا لك. السلامة بعد من الجزائر ماشي نقولوا لك ما احنا جينا نتفرجوا دابا حاليا، قال لينا خليكم بعيد عن الانتماء ديالك. داكشي اخويا كنتاسفوا عليه داكشي فهمتي، حنايا حنا واخا هما كانوا كيديروا بزاف المضايقات والهضره، حنا بالعكس كنا كنرحبوا بهم كنتعاملوا مع الناس مزيان، كاع اللي في لوطيل كانوا فرحانين بينا، ولكن هما فهمتي في الكوره كان خا كان حكام معاهم شويه، حنا حاولنا نلعبوا الكوره ونبعدوا على كل شيء خارج على اطار الكوره، ولكن هما مشاو لذاك الشيء. حنايا في السالة الماتش حضرنا راسنا صفقنا عليهم خرجنا بكل روح رياضيه، حتى كنتفاجئوا الجمهور كينزل لينا واللعابه والطاقم كلشي ما فهمنا والو كلشي تابعنا، هو هذا الشيء اللي كاين اخويا. انا كنلعب في الوداد، انا يا ودادي معروف الحب ديال الوداد، ولكن اليوم نفسي نتولد المنتخب قال لك خلينا محايدين. لا حنا ودادي انا كاين الوداد ولكن المغرب خاوة. الله يحفظك شكرا، ان شاء الله نعوضوا المغاربه في كاس افريقيا الجايه ان شاء الله، باقي لنا ما بقاش بزاف راه قريبه ان شاء الله وغنعوضوا المغاربه في كاس افريقيا. عرفت حب النظر.
اول ما شاء ويلي زيك اسكاري ليش اللي المقابلات انا لا بسم الله الرحمن الرحيم بيان سور جينا الشعوب الكان احنا ولاد بركان جينا ضربنا التمكينيه وجينا الشعوب الكان وان شاء الله سوبر كوب يكون بركاني باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله الحمد لله سجلوا اللاعب البحري الحمد لله البحراوي الحمد لله ونتمنى ان شاء الله نجد بشي هكا باذن الله تعالى تبقى غير المحبه والروح الرياضيه شنو اللي كاين حنايا ما خصنا زكا ما خصنا مشاكل المحبه والروح الرياضيه هادشي باش يكون كروي مغربي 100% الحمد لله من كان عرس مغربي 100% باذن الله تعالى نتمنى الله سبحانه وتعالى يكمل هكا بلا زكا بلا مشاكل حفظك الله شكرا تبارك الله عليكم ديما بركان ديما بركان اشري ديما تبارك الله عليك اذا حضور من منتخب الفئه الصغرى الحمد لله كما عرف الجميع اننا شرفنا المغرب كنشكر السيفو ديال الجع على الضيافه ديالو هو اللي اقترح علينا وحنا قبلنا جايين نتفرجوا في السوبر مع هادو وكنتمنى خير للجميع عايز يا بولي والله لا نوصلوش ليهم حنا بلد راقي وكنبقاو طالعين حنايا هما مازال متاخرين الحمد لله فاننا رجعنا بسلام وبخير كنبغي نشكر المغاربه على